المدرب ماذا بينا ما نشوفوش اليوم، ماذا بينا نشوف المباراة الطيبة، المباراة فيها روح رياضية كبيرة، زوج فرق ضالي لاعبين يعرفوا بعضهم مليح وإن شاء الله اللي يربح صح عليك. باهي واضح قبل تسليم نحاولوا لو في دقيقة تعتقدوا أن اليوم تكون مباراة نسخ بالنسبة للمباراة اليوم مش حكم أكثر في نسخ المباراة إن شاء الله تدخل في المباراة تاع اليوم. أنا أعرف الفرق ما يلعبوش كيف يعني فريق يلعب فنيين أكثر يدور كرة أكثر وفريق يمشي اللي هو تراجي يمشي اكثر المنافس منذ البدايه يضغط على المنافس ويحاول يعني يشفز منذ البدايه يعني مش حاجه في النصر هو اللي باش يشفز الكره باش يصير اليوم الفريق باش يعرف فترات القوه نتاعو كيما يقول لك الاوقات اللي تبدا انت مستحفظ على الكره وانت شاد اللعبه في يدك هذاك الفريق اللي باش يحاول يسجل وقتها هو اللي باش ينتصر في المقابله خاطر لازم تمر فترات كبيره في المقابله وما تسجلش تضيع فرص على معناتها كونتر اتاك لازم تقبل هدف ديما الاوقات هذه الاوقات اللي الفريق متحكم في المقابله وهو معناتها يضغط على الفريق المنافس كي يسجل ويستغل الاوقات الباهيه نتاعو هو نصور باش يربح المقابله نتاعو واليوم الزوز فرق كيما قلت لك زوز فرق من احسن ما عندنا في تونس زوز فرق حتى حد ما ينجم يشكك اللي هما احسن فرق السنه في البطوله التونسيه ان شاء الله يعملوا مقابله كبيره ان شاء الله نشوفوا مو على فترات حتى بالطقس بالشالور